لا، ربما وأنت تشاهد الحروب الحالية في العالم بت تعلم جيدا أنها ليست حربا بين جندي أوكراني وآخر روسي، ولا حتى بين دولتين كبيرتين كالصين وأمريكا أو حتى روسيا وأمريكا، بل هي بين نظامين في الكون يسعى كل منهما لفرض سيطرته على العالم وعلينا. وهذه قصة الحرب التي ربما لم تسمع بها كثيرا من قبل. مؤخرا أثار جو بايدن الجدل في العالم كله حين زل لسانه في اجتماع لكبريات شركات أمريكا وتحدث عن نظام عالمي جديد، نظام غير ذلك الذي نعتقد أننا بصدد الانتقال نحوه. فظاهريا الصراع القائم حاليا هو بين دول، ولكن في العالم صراع آخر يصفه كثيرون بأنه نظرية مؤامرة، في حين يؤمن آخرون بوجوده. وللتوضيح أكثر، قد يحمل المستقبل نظامين، نظام تحدث عنه كثيرون متعدد الأقطاب والرؤوس الزعامة فيه للدول والحكومات، يمكن تسميته بنظام دولي جديد، ونظام آخر لا مكان فيه للحكومات، تديره كبريات الشركات العالمية متعددة الجنسيات. سبق وتم الحديث عنه مطولا ضمن ما يسمى بنظرية المؤامرة ويعرف بالنظام العالمي الجديد. ولمن لم يسمع به من قبل، لقي هذا المصطلح تفسيرات عدة، خاصة أنه في تاريخنا تم استخدامه من عدة رؤساء سبق بايدن عليه، مثل تشرشل وروزفلت أيام الحرب العالمية الثانية وما بعدها، وحتى من قبل جورج بوش الأب عاقب انهيار الاتحاد السوفيتي. وكان يشير بوضوح إلى فكرة انتهاء نظام الإمبراطوريات وقيام نظام عالمي جديد مبني على العولمة، أي انصهار الجميع في نظام واحد لا تفصله أقطاب ولا تحكمه قوى. لكن عمليا ظلت أمريكا هي القائدة للنظام الجديد هذا، حتى ظهر استخدام آخر لهذا المصطلح ضمن كتب نظريات المؤامرة، ويتحدث عن عالم جديد لا سلطة فيه لأحد على أحد ظاهريا، ولا تحكمه دول وحكومات، وإنما مجموعة أفراد يتحكمون برأس المال من أصحاب الشركات الكبرى والتجمعات والجمعيات كالماسونية وغيرها. ولأن هذا الحديث وضع في إطار نظرية المؤامرة، لا تجد الغالبية من المؤيدين له أو المصدقين له، لكن أيضا عمليا في حال الأقرار بأن أمريكا تحكم أو حكمت العالم لسنوات، فإن المتحكم فيها هم أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، ذاتهم الذين اجتمع بهم بايدن وزل لسانه بهذه العبارة، ما دفع كثيرين حول العالم لإعادة تداول الأمر، حتى أن وسما على تويتر انطلق يحمل ذات العبارة. ولمن يؤمنون به بات لهم حجة دامغة ودليلا قطعي، فكل المعطيات لتصديق نظريات حكم الشركات والأغنياء باتت متوفرة، وتكفي جائحة كورونا وما تلاها من حرب الروس والأوكران لتكون شواهدا عاينها الجميع. فبنى الجائحة العالمية، الأغنياء ازدادوا غنى والفقراء ازدادوا فقرا، وحدها بعض شركات من خرجت منتصرة من تأثيرات الجائحة، في حين دول عدة انهارت اقتصاداتها أو أوشكت. وكذلك في الأزمة الأوكرانية الأخيرة، حكومات الدول من تدفع الأثمان، في حين تبقى الشركات قائمة وأصحابها يتنافسون أكثر بالصعود على سلم الأكثر ثراء. هذا فيما يخص ما قلنا أنه نظام عالمي جديد، أما ما أسميناه نظاما دوليا جديد فهذا يتعلق أكثر بالدول وهيمنتها وسطوتها، وله مؤيدوه ومنظروه وبقوة، وهم من يروجون مثلا صعود الصين وعودة روسيا والتنافس مع أمريكا. فمثلا دولة كالصين هي دولة مركزية تتحكم بكل مناحي الحياة لشعبها، وهي راغبة بالصعود والتربع على القمة. كذلك بوتين في روسيا الزعيم الواحد الأوحد، هو الآخر يرغب بعودة بلاده لتكون أحد أقطابه، فيما يشبه العودة لزمن الإمبراطوريات الحاكمة. كذلك يرون أن رد فعل أمريكا على حرب روسيا الأخيرة وعلى منافسة الصين ما هو إلا تأكيد على رغبة واشنطن بالمحافظة على إرثها الإمبراطوري في العالم. وبعد هذا الكلام يمكن التلخيص بأن هناك نظرتين ونظريتين للعالم. الأولى تقول بأن عالم الحدود والدول هذا سينتهي،
وسيصبح العالم دولة واحدة تقودها حكومة خفية هي بغالبها من الأثرياء. ونظرة أخرى تقول أن العالم سيعود متعدد الأقطاب، وستتولى قيادته دول عظمى مختلفة التوجه والفكر، ما يجعل السؤال عن شكل العالم القادم محل خلاف واختلاف. ففي حين أنك قد تتوقع عودة العالم متعدد الأقطاب، قد يتحول العالم إلى دولة واحدة يديرها ويحكمها أشخاص غير معلومي التوجه والهوية. وفي حال رغبت بمعرفة أكثر لتقترب أكثر إلى إجابة حاسمة، فإليك بعض المعطيات والحقائق التي قد تساعدك. فمثلا بلد كالصين حين رغبت بالصعود أدركت أن نظاما اشتراكيا شموليا تهيمن فيه الدولة على كل مفاصل الحياة لن يساعدها كثيرا بفكرتها، فأطلقت عنان شركاتها لتجوب العالم وفتحت حدودها للرأسمالية العالمية لتجد في قائمة كبريات الشركات وقوائم مليارديرات العالم أسماء صينية عديدة. كذلك بوتين حين حلم بالعودة أحاط نفسه برجال أعمال تعج دول العالم باستثماراتهم ومليارديرهم، وأمريكا نفسها مثخنة بكبريات الشركات الكبرى التي تهيمن تقريبا على كل شيء. لذا قد تكون المنافسة الظاهرية بالسياسة والحروب، لكن في عمقها سباق اقتصادي بين شركات ترغب بالتوسع والهيمنة، وما السياسات والحكومات إلا خادمة لها. ولأننا لن نجيب عنك وسنترك لك حرية الاختيار، لن نقر بنظرية المؤامرة، لكن هناك ما يدعو للتعمق والتفكير قليلا. فدائما ابحث عن المستفيد، ستعرف من يحكم ومن يدير. فأسماء الحكام تتغير وحكوماتهم تتبدل، لكن وحدها الشركات التي تتوسع وتكبر وتبقى. والعالم الذي اعتاد أن ينقسم بين قوي وضعيف أو شرقي وغربي بات مقسوما بين غني وفقير، بين من يملك ومن لا يجد ما يملكه، والبقاء بات للأغنى.